سيلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا. كما طرحت بالنسبة للناس اللي بغوا مبتدئين، هذا الفيديو راه مناسب لكم. هذه المرحلة دي الأولى كما طرحت في الصورة هي مرحلة ديال العجين اللاندوي. كيفاش تخلط العجين ديال اللاندوي؟ طريقة سهلة جدا سهلة. ايش كدير اسيدي؟ كتاخذ هذا الاناء ديال الماء مثل هذا في الصورة، كتكب واحد 3 لتر ديال المياه، ثم كتضع على الغبار اللي هو اللاندوي وكتكب هذاك الشيء تدريجيا وكتخلط مزيان حتى كيولي عجين. من بعد تحط الحائط اللي كان مرطوب باقي مرطوب، كتحطو واحد شوية، كتضرب واحد كوزي ديال الصباغة خفيفة شوية، كتسمى بريماس ولا في الأول. من بعد كتاخد كاغيط كتحط واحد شوية كاغطة ديال الكارطة ديال 100 أولا ديال 80 ديال 60، من الأفضل يكون ديال 60 80. كتخلط العجين ديال اللاندوي كيما قلت لكم الاول، تخدم بهذه الطريقه هذه. ها انت لاحظ مزيان، شوف كيفاش الموز كيفاش تخدم به، فهمتي؟ دابا الامور واضحه. كتخدم على الجهه، كتهيئ الحيط، تضرب الكوش الاول، كدوز واحد 12 ساعه كينشف شويه على حسب الجو، شهر 9 12 شهر 7 مختلف شويه على البروده، دا غير كنشوف، ولكن الاحسن كتخليه حتى الغد ليه. كتعاود الكوش الثاني بهذه الطريقه هذه، الكوش الاولى كتكون خفيفه جوج، الكوش الثاني هي خفيفه، ولكن كتعاود بهذه الطريقه كتملي صدر الحيط مزيان. انت طلعت بدا من اسفل الى الاعلى، حاول كتبدا في اتجاه المعاكس، المهم تحت يبان لك الحيط ملاس مزيان. شنو كدير؟ كتخليه ينشف لمدة واحد نهار، غطيه، كتجي كتحكو بكاغيط ديال 220 أو ديال 100، كتحكو كتعرف باش تربو مزيان، تلاحظ الله يسلي ليهم هما هاداك الشراري ديال اللاندوي هما اللي كتحكو، هما كتحكو مزيان، كتحكو كتخليه ينشف. حنا غندوزو للمرحلة الموالية، أو ملي تحكو غتزيد هداك الغبار ب طبعا ديك الغوبا تحيد من الحيط على البلينتا، وغادي تاخد اسيدي الصباغة، وانا غنوريكم كيفاش الطريقة عاوتاني باش تشرح لكم المرحلة ديال الصباغة كيفاش تخلط. في هاد المرحلة ديال الموالية كما تلاحظ غادي تخلط الصباغة، كتاخد الإناء ديالك وكتشوف حول النهار اللي كتاخد الصباغة، كتاخد الصباغة ليدر بروميان أطلس كنصف أطلس، راه زوينة كتويد مزيان، كتفيني الحيط مزيان، كتعطيك الفعالية اللي دار في 10 دقائق، كتعطيك الفعالية. كتاخد السطل ديالك اسيدي، كتكب فيه واحد لتر ديال الماء او لتر ونصف ديال الماء، ثم كتكب عليه الصباغة لحد 5 كيلو ولا بحال 5 كيلو ولا 6 كيلو، كتخلط هداك الشي مزيان. ما هي مطلوقة، ما كتخلاش مطلوقة بزاف، ما كتخلاش. طريقة العمل راه كما طلعت في الصورة كيفاش تخدم، كتليسي هذاك الشيء مزيان باش ما كيخليش لك الرماد. وفي هذه المرحلة هذه الموالية كتاخذ اسيدي كتحك هذاك الكاغيط، ممكن تخلي كتحك هذاك الحيط مزيان بالصنفرة ديال 220 او ديال 100، وكتخدم بهذه الطريقة هذه. من بعد ما خليتي هذاك اللاندوي يشوف مزيان كتحكو، كترجع اسيدي الغط ليه، كتحيد هذاك الشطبة الغبار اللي كاينة، كتخلط الديكور. الديكور العلب كتلقى كاين ديال 2.5، هي في البار الكامل كتلقى 5 كيلو، هي في الحقيقة كتلقى فيها غير 2.5 ماشي 5. شحال كضيف عليها؟ كضيف على كاس ديال الماء أولا جوج كيسان ديال الماء، نصف لتر صغير، كتحركو شوية مزيان وكتخدم. كاين جوج طرق، كاين طريق بالسكين البلاستيكي، كاين طريق
ستين بلاستيكي وبلانا، وكان طريقة أخرى ديال الرول، ولكن أنا كنصحك بالطريقة ديال الرول. ديال الرول خفيف سريع بسرعة كتخدم، وكله كيفاش كيتميز. دابا هذا كيتميز بطريقة كتشارج شوية مزيان، وكاين تا بالرول وكتخلطها شوية كتعطي خلاط، تاخد كتكب شويه الماء كتجري شويه كيفاش يدورلك على الرول، ما تخليش قاص تخدم به صافي. كتقطع تريشون بري على القنات الشوكات والبيبان اللي كاين شي بيبان وكشي سراجم تقطع وكشي مرحله بمرحله. هذه ماشي مشكل، هذه كتخدم واخا تضرب ضرب ضرب ديال النعاس مثلا كامل، واخا ما تخدمش بانو بان ماشي مشكل، ماشي العكس ديال اللي غنوريكم في المرحله الثانيه. صافي كتبقى من 8 حتى 12 ساعه تاي كتخليها من الافضل تلقى لي كتبقى نشفات، وكتهيئ الكاغيط بالكاغيط واحد شويه الا كاين شي حبيبات صغيره في الحائط كتحيدها صنفاره ديال 220، ولكن كي تهيئهم الاول ما كتلقاش بهذا الشيء، وكتخدم عادي. كتاخد الاخر غنشوف المرحله المواليه كيفاش كتخدم. هنايا كاينه ضربات على جميع الاتجاهات بالنسبه للسكين، اما بالرولو كتخدم عادي خليك تخدم الصباغه ولكن كتخلى قاصه واحد شويه. هنا دابا غنشوفو المرحله الثانيه كيفاش من الفيديو. هاد المرحله من النهائيه ديال الديكور، ها هي الشكل ديالها راه واضح. كتاخد سيدي ديك الصباغه ديال الديكور خيال امواج من مره ديكور واحد، وكنت كتخدم بنفس الطريقه. تفتح العلب ديالك تاخد اناء نقي غسلو مزيان، كتاخدو كتجيب رولو مزيان وبلانها تكون تاهي مزيانة في بقا جديدة تكون مقوم مزيانة في الخدمة، وكتطلق هديك الصباغة على حسب الرولو. تقد تسد بالرولو وتخلي شوية مشرجي، حيت راه كاين اللي كيخدمها بحال البروميان كوش بالسكين، ولكن تيخليها قاصحة شوية باش كيشرجي بها، ولكن بعد الطاقة ديال الرولو أفضل. اسرع طريقه هي هذه، كتخدم بسرعه، ولكن تاخذ دابا هنا المساحه ماشي بحال المساحه اخرى، تقدر تضرب بيت ديال الناس كامل دوزو وما كاينش مشكل، ولكن هذه لا. لاحظ الصوره الا لاحظتي راه كاينه من الزاويه للزاويه المساحه قليله ماشي كثيره بزاف. هذا لو كنتي بوحدك كانوا جوج ديال الناس راه كيخص شارجيها بالرولو مساحة واحد وراك كيدور على شكل تمانية صغيرة وكيخليه يشرب واحد شوية كتعاود نتا وياه. كنتي بوحدك كتاخد المسافة اللي قصيرة تخدم عليها بحال هادي اللي في الصورة دابا، هاهي من الزاوية للزاوية وغادي تخدم بشارجي، ومن بعد هاد بلان يدورك بلان واحد شوية نصف تمانية وتخليه يشرب واحد شوية. أنا دابا كنشرح للناس اللي مبتدئين واللي بغاو ياخذوا هاد الحرفه هادي، كيخصو يتبع هاد الفيديو مزيان، وكاين اخوان اخرين كيشرحوا حتى هما، المهم حتى تكون الفائده ان شاء الله. دابا الا ضربتي جوج متر ولا كذا خاصك تدور البلاني، عاوتاني هو كي تبغي تعاود بيه الرولو خاصك تجي للملاقيه تقاد الملاقيه، ما تخليش الملاقيه راه عطاتك الديفو تما في الحيط. هنا ماشي بحال البروميان، البروميان ماشي مشكل، ما هنا خصك تحاول تلعب على ديك المناقية ما تخليهاش تخسر لك المناقية اللي كاينة. كتاري شومبري في كليتا من بعد تقطع لها بالقناص، حتى لو كاين شي حبيبات في الحيط كتحيد بهاد الطريقة هادي. هنا تبغي تخدم كتخدم وانت ما كتخليش لك الديفو في الحيط، كنت تخدم لك بلانه كتدور كتعطيك كترمش ليك شويه داك الحيط. Gracias. Ahora que se me explico, ya me lo
دابا المرحله اللي كاينه هي خصك تدور بلان على شكل 8 صغيره، نصف 8 عفوا، كما تلاحظ الصوره كتدور على هذاك الشيء اللي كنت تدور فيه في الاول، من بعد راه شرب واحد شويه الا لقيتي شي بلاصه نشفات وما لقيتي نشفات كتعاود ترجع شويه كتدور، مش خليش دابا شحال ما قهواش كيشرب انت كتدور شويه راه كيعطيك البريو كيخرج لك البريو. هاديك الدورة تحاول يكون منظمين كل اتجاه واحد، هي كتبدا على اليمين وخدم على اليمين، كتبدا على اليسار خدم على اليسار بهاد الطريقة هادي كما تلاحظ في الصورة. انا كنت بديت من الفوق خاصني نكمل عاوتاني فيني من الفوق، الجهة ديال الجهة السفلي كتكون بقى مشرباتش لان من بديتي من خصك تكمل. هيا الصديق خدام تا هو معايا، هو تيخدم على الاتجاه الاخر، دابا راه نشفات شوية هو كيدور بهاد الصورة هادي، لان نشفات شوية خصك تزيد شوية بهاد الصورة واخا كاين شوية ديال الاتعاب، ولكن مشكلش كيخرج هداك البريو بهذا الشكل كتدور. كيدور الشكل 8، كاين هذا الشكل هذا اللي كيدير الصديقه هو كيدور الاتجاه الاخر حتى داك كيطلع واحد البريو زوين، يعني هذا ممكن هذا الشيء في فينيسيو الاخر ديال التتمه عاد تبقى دور الكدور الصغار. ها هو هنا البريو كيبان شما دورتيه شويه مزيان كيعطيك حسب الضوء، دابا هاد الحيط هذا الاتجاه ديال الضوء ما كيعطيكش مزيان، ولكن غتشوف هاد المرحلة اللي جاية غتشوف كيفاش كيعطيك هداك الديفوز هائل وجميل. هنا تنتهي هذه الحلقة، نلتقي بكم في فيديو آخر إن شاء الله. إذا كنت لأول مرة تشاهد هذه القناة لا تنسى تدعمونا بلايك وتفعيل الجرس، وإلى اللقاء.